يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور فهد الحلبي حياك الله معنا. الله يحييك، شاكر لكم على الاستضافه. الله يسلمك ان شاء الله. دكتور حضرتك استشاري في تخصص التجميل جلدية. والجلديه وايضا الليزر، هذا التخصص الجميل والمهم جدا. دكتور يمكن بالفتره الاخيره صار في اهتمام وايد كبير في هذا التخصص اللي هو التجميل وايضا الليزر وايضا الجلديه بشكل عام. بالضبط. لكن دكتور اليوم بنتكلم عن موضوع معين وهو حب الشباب. دكتور اعتقد هذه مشكله صحيه ازليه ومن زمان وتسبب مشكلات واحراجات للكثير من الناس، وممكن ان تمتد معاهم هذه المشكله يعني سنوات طويله حتى ما بعد فتره الشباب او حتى المراهقه. دكتور لك المايك، كلمني عن هذه المشكله الصحيه. بالضبط، مثل ما قلت اخوي دكتور محمد، مشكله حب الشباب هي تعتبر اكثر مرض جلدي شائع. صحيح. يصيب تقريبا ما يتجاوز 90% من عامه الناس. نعم. والحقيقه الناس تربطه دائما انه هو مرض مرتبط او مشكله مرتبطه بس بالشباب، ولكن حب الشباب ممكن يصيب اعمار مختلفه، ممكن يصيب حتى حديثي الولاده إلى أعمار الخمسين، فهو مشكلة شائعة جدا ومشكلة صحيح تترك ممكن آثار وتترك ندبات. صحيح. وحفر، وهذه تظل مع الإنسان مدى الحياة. صحيح. لذلك أهم نقطة في موضوع حب الشباب، طبعا الأسباب كثيرة مختلفة وما نقدر نحدد سبب واحد، ولكن أهم شيء التشخيص الصحيح والعلاج مبكرا قبل لا تتكون ندبات. هذه أهم رسالة دائما نحرص عليها لعلاج علاج حب الشباب في الوقت المناسب. ممتاز دكتور، لكن نشوف دائما ارتباط ظهور هذه الحبوب بالنسبه حق الشباب في فتره البلوغ تقريبا بالنسبه للجنسين الذكور او الاناث، فهل يعني بهذه الفتره شمعنا بس فتره البلوغ يصير هالشيء هذا واضح بالنسبه حق الحب الشاب اللي يظهر خصوصا في منطقه الوجه؟ صحيح، هو صحيح انه يصير بكل الاعمار، ولكن نقول بالغالب فتره البلوغ فيها طفره هرمونيه وتغيير في الهرمونات. صحيح. والهرمونات تؤثر على الغدد الدهنيه اللي موجوده بالجلد خصوصا منطقه الوجه والكتفين والظهر. فتبدا تظهر الحبوب، وايضا يكون معها عوامل مساعده مثل البكتيريا، واحيانا ممكن يكون في عوامل تغذية، عوامل أخرى ممكن تساعد في ظهور هذه الحبوب. ممتاز. إنزين دكتور فهد، أبي أسألك على الجانب الجيني الوراثي. يعني مثلا أنا أحد والديني مثلا كان معروف أنه هو مثلا في فترة الشباب كان عنده ظهور حبوب بشكل وايد واضح وسببت له مثلا ندبات، هل هذا الشيء ممكن ينتقل مثلا للأبناء مثلا، والجانب الجيني الوراثي يكون كبير من هذه الناحية؟ بالضبط، الجانب الوراثي مهم جدا. عندنا دائما لما نيجي نشوف حالة حب الشباب ممكن نشوف احد الوالدين، نشوف اذا عندهم اثار وحفر فمعناته في قابلية وراثية ان تكون حب شباب شديد عند الاطفال، وبالتالي ناخذ الاحتياط بان ناخذ احسن علاج من البداية مبكرا وما ننطر حب الشباب يشتد. فالعامل الوراثي ايضا مهم في حب الشباب. ممتاز. الدكتور فهد، انا عندي الكثير من الاسئله وخصوصا على الناحيه العلاجيه، نبي نطمن الساده المشاهدين ان عندنا الحين الطب نوعا ما تطور وفي ناحيه علاجيه لهذه المشكلات الازليه، لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور فهد الحلبي. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور فهد، كنا قاعد نتكلم عن مشكله حب الشباب وما شاء الله عليك بينت لي الكثير من النقاط الهامه حول هذا الموضوع، لكن دكتور اللي ابي اعرفه الحين مثلا احد الساده المشاهدين احد ابنائهم او هو قاعد يشاهدنا وعنده بدايه ظهور لحب الشباب، ويا مثلا عندكم العياده وقال لكم انا عندي هذه المشكله وصارت واضحه عندي خصوصا
في منطقة الوجه، شنو أول شيء ممكن تسوونه حق الدكتور؟ طبعاً الفحص الدقيق والتاريخ المرضي أشياء هذه مهمة في كل حالة. نفحص الوي، نفحص ممكن الظهر، الأكتاف، المناطق كلها اللي فيها الحبوب، وأيضاً من خلال الفحص ممكن نعرف التشخيص، مثلاً يكون حب الشباب. طبعاً نطمن الأهل دائماً إن حب الشباب عندنا خيارات علاج كثيرة متاحة، سواء كريمات، سواء حبوب بالفم، أو العلاجات اللي تنشف، هي العلاجات اللي تكون أقوى علاج، كلها تكون متوفرة متاحة، وعلى حسب الحالة وشدتها نختار العلاج. ممتاز دكتور، لو بنتكلم عن العلاجات المتطورة شوي أكثر وتكون شديدة نوعا ما كحبوب شباب، شنو أصعب الحالات وشلون تعالجونها؟ شنو طرق العلاج الموجودة؟ طبعا ممكن أصعب الحالات اللي تكون دمامل في الوجه. أيوة. الدمامل يكون فيه خطر أن تكون ندبات وحفر، وهذه ممكن تظل فترة طويلة وصعب. صحيح. علاجها دائما بالليزر. صحيح. فلذلك اللي عنده مثل هالنوع من حب الشباب دائما نروح حق أقوى علاج، اللي هو علاج الايزوتريتينوين، اللي هي مجموعة من العلاجات اللي تنشف البشرة بشكل كبير ولكن تعطي مفعول كبير، ومعظم الناس يستجيبون له بنسبة 70 إلى 80% وبشرتهم ما ترد تكون حبوب بنسبة عالية. يعني دكتور، هي تكون طريقة تقشير تقريبا كذي تكون؟ تكون عن طريق حبوب بالفم بس. تمام. هي تنشف البشرة، تنشف البشرة ويصير مثلا تقشير وتبديل للجلد كذي أعتقد، يعني شيء من هذا القبيل. نعم. ممتاز دكتور، بس أعتقد نوعا ما أن تسبب بعض الإزعاج للناس لأن فترة طويلة راح يجفف الجسم وممكن يتعرض حق أمور معينة. بالضبط، طبعا احنا نشرح لهم الصورة بشكل كامل. ان الحبوب هاي تنشف، ممكن الشفايف اللي لها سايد افكت، محتاج بعض التحاليل، نحتاج نحط بعض الكريمات كترطيب قطرات العيون، ولكن نشرح لهم ان هذا الدواء مهم جدا ويساعدنا ان نسيطر على المشكلة من بدايتها قبل لا تشكل لنا آثار وندبات صعب علاجها. ممتاز الدكتور، بالنسبة حق اللايف ستايل الصحي من الناحية الغذائية مثلا أو حتى من ممارسة الرياضة، هل ممارسة الرياضة مثلا وتناول الطعام والعناصر الغذائية بشكل جيد، هل هؤلاء الجانبين لهم تأثير إيجابي على مثلا ظهور الحبوب الدهنية أو المشكلات في البشرة بالنسبة حق فئة الشباب؟ بالضبط، اللايف ستايل أو بعض أنواع المأكولات في ارتباط ولو أنه ضعيف مع حب الشباب، لذلك نقول دائما المنتجات الألبان الإكثار منها ممكن أيضا يطلع حبوب ويأثر بحب الشباب. أيضا الأكلات ذات المعدل الجلايسيمي العالي اللي ترفع السكر بشكل سريع، مثل النشويات، مثل الخبز، مثل العيش الأبيض، هذه الأمور نحاول نقلل أو نعتدل فيها. ايضا السكريات، الاكلات العاليه بالسكريات هذه ايضا ممكن تكون مرتبطه بحب الشباب، وطبعا الرياضه ايضا تحسن من الموضوع هذا. فالرياضه واللايف ستايل والاكل الصحي نعم لا انعكاس ايجابي على حب الشباب. ممتاز دكتور، قلت لي بالنسبه حق الجانب الجيني الوراثي لا علاقه وارتباط في ظهور حب الشباب بالنسبه حق الاطفال مثلا الموجودين، في ممكن طريقه معينه تكون وقائيه ليست دوائية علاجية، وقائية ممكن الواحد يأخذها قبل ما يبدأ مثلاً في مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ وظهور الحبوب، إنه ممكن يسويها كون إنه مثلاً والدين الاثنين كانوا مثلاً مصابين في حب الشباب في فترة مثلاً المراهقة؟ أي عموماً كعلاج وقائي أو تطعيم مثلاً لحب الشباب قبل لا يحدث، للحين هذا الموضوع طور الدراسة وفي عليه كلام يمكن قيد البحث العلمي، وللحين ما طلع شيء على الموضوع هذا، فما عندنا علاج وقائي نبدأ فيه لحب الشباب، ولكن احنا نقول دائما بهالحالة إذا بلش يظهر حب الشباب لابد من المراجعة والمتابعة وأخذ العلاج أول بأول. هذا اللي نقدر نسويه في الفترة الحالية، وفي المستقبل قد تظهر بعض التطورات العلمية في مجال التطعيمات أو العلاجات الأخرى اللي ممكن تكون prevention أو وقاية. ممتاز دكتور فهد الحلبي، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.